ورحمة الله وبركاته. خلاص. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا نواصل الحديث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت بالأمس بأن أكبر وأعظم علامة من علامات المحبة هي الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم نخرج في هذا الشهر الكريم إلا بهاتين المحبتين لكانتا كافيتين لنا إن شاء الله، محبة الله جل جلاله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهاتين المحبتين تقودنا إلى كل خير في الدنيا والآخرة كما سنبين إن شاء الله تعالى. ونتوقف اليوم مع الاتباع وحقيقة الاتباع والدليل على الاتباع وأنواع الاتباع. وسامحوني لو أطلنا الوقت في دروس رمضان إن شاء الله، يعني مع الاتباع ومنزلة الاتباع وأنواع الاتباع. فقلت بأن أعظم علامة هي الاتباع، حقيقة الاتباع. يقول الإمام أحمد: الاتباع هو أن يتبع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم بعد ذلك هو مخير، لكن الأصل في الاتباع أن يتبع الواحد منا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن من علينا جميعا بنعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، لك الحمد يا ربنا على هذه النعمة. ومن رحمته أنه لم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل له الدين والإسلام، كما قال الله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في يوم الجمعة، في يوم عرفة، في حجة الوداع التي بعدها توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يتوفاه ربنا إلا بعد أن أتم له الدين وأكمله. ولذا تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: من زعم أن محمدا قد كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية، أي أعظم الافتراء على الله سبحانه وتعالى. من زعم أن محمدا قد كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية، أي أعظم الافتراء على الله. قال الله جل جلاله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أجمعت الأمة بأسرها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة وأقوالهم ومن كلام التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين من العلماء
والأئمة الأربعة والفقهاء أجمعت الأمة بأسرها على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ربنا جل جلاله: نتوقف اليوم فقط مع الدليل من القرآن على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلي عليه. من المحبة ومن الاتباع ألا تكون بخيلا، من محبة النبي أن حينما يذكر النبي، حينما تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه، فأنت الفائز. والله والله أنت الفائز، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. بل إن الله سبحانه وتعالى يحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربي جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل قال الله سبحانه وتعالى كما في آية المحنة أو في آية المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أي قل يا محمد، قل يا محمد، إن كنتم تحبون الله حق الحب فعلا، هذه آية المحنة أو آية المحبة، فلما ادعت القلوب محبة الله سبحانه وتعالى أنزل الله لهذه المحبة اختبار منه ليتبين، والله يعلم بعلمه الأزلي من الصادق من الكاذب. ولكن لكي يكون هذا واقع عملي من الله سبحانه وتعالى ليقيم علينا الحجة يوم القيامة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بل قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك يقسم الله جل جلاله بذاته سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لن يستكملوا إيمانهم إلا بالرضا بما يحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ده مش كده وبس، لا، ويسلموا تسليما، يسلموا بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا قضى الله أمرا وقضى رسوله أمرا، والرسول لا يبلغ إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، فإذا قضى الرسول بأمر فإنما هو يقضي بوحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فكل كلمة تصدر من النبي وهي سنته، سنة النبي، سواء القولية أو الفعلية، قول النبي سنة، فعل النبي سنة، سكوت النبي على أمر فهذا إقرار سكوتي من النبي صلى الله عليه وسلم بموافقته على هذا الفعل، وإلا فإن الرسول لا يكتم شيئا مما أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه. بل قال الله سبحانه وتعالى أن في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الاهتداء، قال جل جلاله: وإن تطيعوه تهتدوا. بل قال النبي
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بل قال الله جل جلاله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. بل قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، الذين احتكموا إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله واعلموا أن الله سميع، واتقوا الله والله سميع عليم. قال ابن عباس في هذه الآية: أي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف القرآن والسنة، لا تقولوا شيئا خلاف القرآن والسنة. قال القرطبي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله سبحانه وتعالى، ولا تقدموا قولا ولا فعلا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من قدم قولا أو فعلا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما قدم قولا أو فعلا على قول الله وفعله، والرسول لا يأمر إلا بما، لا يبلغ إلا ما أمر به، كما قال الله سبحانه وتعالى. بل قال الله جل جلاله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بل قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل قدم طاعة الله ثم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاعة أولي الأمر، وأولي الأمر ينبغي ألا يحكموا إلا بما أمر به الله وبما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الأدلة كثيرة وأكثر من أن تحصى أو تعد، ولكن لضيق الوقت لا يتسع المقام لسرد كل الأدلة. أردت فقط أن أقف اليوم على وجوب، ضعها في إطار، على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمت لك اليوم دليلا بل أدلة، والأدلة أكثر وأكثر من القرآن فقط، من القرآن فقط. اليوم تكلمت عن الدليل من القرآن فقط على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع السنة، وحذرنا من مخالفة السنة، وحذرنا من البدع والأهواء والشهوات والشبهات. ألم نسمع في خطبة الحاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتبعين لسنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.